الزبيدي له اسم علمي. شنو اسمه؟ كلمة لاتينية. هما كلمتين. والله ما عندي. كلش. يعني ما عندي القوة باللغة اللاتينية. عندك اطلاع على اللغة اللاتينية؟ لا أبدا. كلش ولا تدري شنو اسمه ولا شيء؟ لا أنا ماني يم البحر أصلاً. كلش. ما أعرف. شلونك؟ شو أخبارك؟ حبيبي. الحمد لله. لك بالأكل البحري؟ لك بالأكل البحري؟ أبداً. خلني أسألك أنت عيب. لو بخيرك إنك ممكن تأكل أكلة بحرية، شنو ممكن تكون؟ روبيان، بس هذه اللي أعرفه. بس شو باجي سمك ما مر عليك؟ كلش. الزبيدي لا اسم علمي، الاسم هذا لاتيني. بما أنكم كلكم اتفقتوا على الزبيدي. شغل جوجل. ما عندي مشكلة، بس إذا عرفت تنطق الاسم، اسمين حق الزبيدي. باللاتيني، هو اسم علمي. تقريباً هم قاعد يدورون بجوجل حالياً، يشوفون يعني أعزائي المشاهدين نطلع فاصل جوجل شوية. طلع لك شيء؟ ايه حياك الله. والله كتب اسم الزبيدي باللاتيني مو واضح، حاطين ابراهيم الزبيدي. ابراهيم الزبيدي حبيبي، اعطني المايك. سلم على ابراهيم. صح اسمه بامبوس الزبيدي حبيبي، يعطيك العافيه. طلع اسمه ابراهيم الزبيدي. يلا الله يوفقنا ان شاء الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ كطالب جامعه ابتسامتك وايد حلوه، يعطيك العافيه. لك بالاكلات البحريه؟ يا اكيد، ما في احد ما حد اكلات بحريه. كفو. شنو احلى اكله بحريه لك؟ طبق زبيدي. شكرا. انا لو ابي الكل يجاوب زبيدي ما حد راح كان يجاوب، بس بما انك تحب الزبيدي، شنو الاسم العلمي حق الزبيدي؟ الاسم العلمي حق زبيدي والله ما ادري. الكلمه الاولى بامبوس. بامبوس. اي فانت من يوم رايح انت بتاكل مطبق زبيدي، شو تقول لهم؟ مطبق بامبوس. شكرا، يعطيك العافيه. ما قصرت. لك بالاكل البحري؟ غير الربيان لا تسألني. غير الربيان لا تسألني. مالك بالزبيدي كلش؟ كلش. في اسم علمي حق الزبيدي؟ ممتاز. مر عليك من قبل؟ والله كلش لا. كلش؟ كلش. ولا تفكر تدور عنه؟ يا عمي غير الزبيدي ما ادري. بس كاسم بتسميه زبيدي حتى لو تشوف شكله غير. إيه؟ الزبيدي لا اسم علمي باللغة اللاتيني، عبارة عن كلمتين. والله يا اخوك ما اعرف الا الزبيدي، ما اعرف من شكله. كلش؟ كلش. زين يمكن يكون الاسم الاول باللاتيني زبيدي، بس الاسم الثاني شيء ثاني. ما ادري والله زبيدي. شنو احلى اكله بحريه اكلتها؟ والله سمك. سمك اكيد. سمك بحري. سمك كذا. سمك هذا لا. لا هذا مو الاسم اللاتيني. في اسم لاتيني حق الزبيدي، باللاتيني حق الزبيدي بامبوس. فمن اليوم رايح اذا في احد فيكم يبي ياكل مو هذا اسمه، ما شنو في دبك صح؟ الاسم الثاني شنو؟ الاسم الثاني زبيدي. لا لا لا، زبيدي باللاتيني عباره عن كلمتين، بامبوس شيء. بامبوس زبيدي. في اسم علمي حق الزبيدي؟ اي نعم. اسم لاتيني؟ اي نعم. شنو هو؟ عباره عن كلمتين. ما عندي خبر والله. كلش مره صعب. كلش كلش نهائيا ما يحضر. يعطيك العافيه. شلون شو اخبارك؟ السلام عليكم حبيبي. تسلم. خليك مسلم. السلام عليكم. كلمتين بعد؟ يعني حتى مو واحده العب يوم ثنتين هم بعد. ساعتين واحده نجاوب على الثانيه. ما عندي مشكله. الاولى بامبوس. شنو الثانيه؟ يلا صيد الثانيه. بامبوس. بس بامبوس. بامبوس علمي باللاتيني يعني. ايش جوجل؟ زين ما يصير تقشش يعني. اقدر اعطيك الاولى؟ عطنا الاولى. بامبوس. لا انا اقول دور غيري. انا بالعربي يلا عرفت اسمي تبي باللاتيني الحين. بامبوس. اي اجرمانتس. اي اوكي حلو حلو صح. حلو حلو هذا الاسم العلمي. اجرمانتس. اجرمانتس صح؟ فيها ار. اجرمانتس. شكرا يعطيك العافيه. وصل. واخيرا مع جوجل واحد جاوب. بلشنا الحلقه، الشمس كانت حنانيه، الوضع الحين غيم وشكله بيطق مطر. مو لان الحلقه طولت، لا لان الجو شيء يتغير بالكويت. عموما بس واحد اللي قدر يجاوب اسم الزبيدي باللاتيني ومن جوجل وغص فيها مسكين ما يلام الاسم هم صعب. خلينا نشوف المره الجايه شنو راح يكون وين راح نكون، بس اتوقع راح نكون بالمباركيه. سلام عليكم.